السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في شرح السنكرو ازاي ان انا بربط العناصر اللي موجودة هنا في الموديل مع الجدول الزمني، بس طبعا الربط ده بياخد وقت، تمام؟ فعشان تقعد تعمل سيلكت وبعد كده تربط بالعناصر ديت، ففي طريقة اسهل من كده. لو انت مسمي نفس الاسماء هنا وهنا، او يعني نقدر نقول لو في قاعدة تقدر تربط اوتوماتيك، يعني لو انت مدي نفس الرقم ده وفي هنا بارامتر موجود بنفس الرقم اقدر اربطهم. ان انا هاجي هنا اساين ريسورسز واقول له اوتو ماتشنج، ببدا اشوف بقى ايه القاعده اللي موجوده. يعني انا مثلا على سبيل المثال ان الريسورس نيم بيساوي التاسك اي دي، اند ريسورس نيم لا يساوي التاسك كومنت على سبيل المثال، تمام؟ اي قاعده من القواعد ديت تقدر او تقدر تعمل قاعدة جديدة. تقول له مثلا انا عايز استخدم نفس العناصر مثلا، او تجاهل الموضوع summary task مثلا add، فاقدر اضيف بعض الخصائص اللي انا عايزها، تمام؟ بحيث ان هو اوتوماتيك اول ما يلاقي الاسم ده هو نفس الاسم دوت، او الرقم هو او كده، يبدأ يربطهم مع بعض. بعد كده بقول له بقى شوف الحاجة دي لو لقيتها اعملها، لما انستول يعني هنبدأ نركب، او ريموف هتحذف، او تمبوراري هتقعد فترة وتشيل. فلو القاعدة دي بقول له سيرش، فهو بيشوف لو في اي حاجة موجودة خلاص بيبدأ يطبقها، بيبدأ يربط اوتوماتيك الابواب مثلا بالتاسك اللي هنا الخاصة بتركيب الابواب، الحوائط بالتاسك الخاصة بالحوائط، لو قاعدة من القواعد دي موجودة.